هذا حديث هنا. مر النبي نظر إلى وجه الزهراء وبكى، ونظر إلى علي وبكى. هذا هاي الرواية يرويها أمير المؤمنين سلام الله عليه. هنا أمير المؤمنين قال له: يا رسول الله، تنظر بوجهي، تنظر وجه الزهراء وتبكي؟ قال: نعم يا علي، أبكي لضربك على قرنك وللطم فاطمة خدها. هذا الوجه اللي أنا أنس به، وحينما أرى يذهب عن الهام وجه الزهراء هذا العزيز، من بعدي من بعد عيني حينما أمضي وأذهب، يا علي هذا وجه الزهراء سوف يلطم في يوم من الأيام. وبالفعل هكذا جرى يا رسول الله. يقول: التفتت إلى قبر النبي، خاطبت أباها مهضومة: أبويا من غاب شخصك يا ولين، هجمت روايا الشرع عليك، اجانا الصهاك وشياطين، وحطبهم وياهم جايبين، ويا حطبهم وياهم جايبين. قلت: ليش عندك جايلين؟ وكل يوم قلب مروعين، يا ابويا مر على شيوخ المدينة، المدينة يقودون الفحل لأذل عرين، ما أنا وراها طلعت ولها، أو حزين حزين، أو من شافني المشرج بدين، أبويا من شايفني المشرج بدين، يا أبويا ردل ردل وسطر عين بيمين، على مين شر حزنك على رأسي، على ما يا ابويا ودم دمع عيني، على ما يا ابويا بوجه ظلت السطرة، على ما اجيك وشوف شنو صار بي يا ابويا. اي بالفعل يقول: لما دفنها علي وقف بين قبرها وقبر رسول الله وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، قد استرجعت الوديعة وردت الرهينة، فعافها الحال واستخبر السؤال، ستخبرك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، كأني بالنبي يسأل والزهراء تجي تقل أشمل تربت وشجي لحالي، لبويا وسولف ليش جراني، أقل الهضم ما كان على بالي، يبويا أشوف بيتك يظل موحش وخالي، قومك يا ابويا ما تبالي، برا المدينة طلعت تالي،
وبيت من الأحزان بنالي يا ابو يا غير غير الحزن والنوح لالي ابو يا نوح عليك ابويا بدمع هالي يا ابو يا ولن الرجس واجف قبال ابويا يا معتبة الباب انتشال ابني وقع وابني وقع محسن قباضي انا صيح يا فضة تعال شوف الصار يا فضة على حال بجنين السقط مجدوه بال